ببوس راسهم بشكرهم وبقول انه انا مش عارفة افين او مش عايزة لا انا اعرف لكن كده بالطريقة الامينة اللي هي تحترمني انا اولا تحترم بناتي تحترم جوزي تحترم عيلتي ومهنتي ونجوم قلبي اللي هم حقا نجوم وحضراتكم فما كانش ممكن تكون ليا واقفة تانية وبوسة على راس المواطن وانا عارفة كل حد خايف عليا ازاي من المواطن اللي هو حبيب لفنان يعني انت هتلاقي ناس كتير قوي بتقول ما كانش لازم ترجع هي كبيرة في حتتها مظبوط الرعب ده انا مقدره وعارفة وبحبه وببوس راس اللي خايف عليا بيقولي ما ترجعيش لكن لازم هو شخصيا يعرف انه انا عاملة حسابه ما بنامش عشان اكون باللياقة اللي انت فهو انا لما لقيت ان انا هقدر ما ازعجش اللي خايف عليا واللي مش حابب اني ارجع واللي حابب اني ارجع واللي منتظرني وحتى لما العملية رفضت اعملها مع ان انا ممكن كنت اعمل عملية التجميل و لا ممكن اكون فكرت ان ممكن العلامة او المكان اللي في الوجه يجرح عين مواطن واحد مش حد خفت لكن كنت جوايا عايزة اقول حاجة عايزة اقول لو انت بجد من جوا في اي حتة هتنساها بعد ثانية وعايزة ارجع لك زي ما انا وتكون معايا كما ولو كنت معايا من 20 سنة هرجع لك كما انا حبيت او ما حبيتش هتبقى بوسه طيبه على راسك وحمش